تنمية الحس الفني لدى الأطفال عن طريق حفل أحيته الأوركسترا السيمفونية الوطنية وبمشاركة متميزة لمايسترو الفرقة الوطنية السيمفونية السورية ميساك باكبودريان وعازف الكمان العالمي مياس اليماني في رحلة سافرت بأطفال المدارس الجزائرية إلى فضاء الموسيقى الفسيح. اخترنا من السيمفونية الأربعين لموتسارت يلي الناس تعرفها من أغنية فيروز يا أنا يا أنا، قدمنا الحركة الأولى، قدمنا مقطوعتين من مؤلفات العازف الكمان السوري مياس اليماني. المقطوعة هي عبارة عن الشعر الموسيقي أو بنسموها بويم سيمفونيك. شكرا لمياس. دربوكا سمعنا، وين دربوكا؟ هلا بالأوركسترا في عنا مو بس دربوكا طبلة. أطفال المدارس استمتعوا بهذه التجربة التي تدخل في مشروع جيل متذوق قد ينهي أزمة العزوف الجماهيري التي تعاني منها أغلب المسارح وقاعات السينما في الجزائر. عجبتني مسرحية تاع الجزائر، تعلمت بزاف حوايج. مسرح الجزائر عجبنا بزاف. عجبتني الحفلة وتعلمنا بزاف حوايج. الموسيقى بتساعد كثير بتنمية الطفل، بتساعد بتنمية العقلية للطفل، وحتى بيقولوا الأطفال اللي بيتعرضوا للموسيقى يومياً والمحاكمة الذهنية تبعهم بتكون مختلفة تماماً، ونتائجهم في الدراسة بتكون أهم. الموسيقى والفنون بشكل عام مهمة برأيي، وبتساهم كتير بأنه تحسن من أداء الطفل بشكل عام، وبتطور طريقة تفكيره ليقدر يكون برأيي أنا فرد أحسن بالمجتمع. إذن هي فسحة موسيقية استمتع بها أطفال المدارس الجزائرية، نظمت من طرف الأوركسترا السيمفونية الوطنية، وهدفها توعية وتطوير الحس الفني لأطفال الجزائر.